سيربون، مرحبا بكم في قناتي. أتمنى أن تدعموني بلايك وكومنت وتشاركوا بالقناة فضلا وليس أمرا. أثارت ليسا عضوة فرقة بلاك بينك حماس المعجبين بإعلانها عن عروضها الفردية في فرنسا، والتي تشمل 5 عروض في ملهى كريزي هاوس الليل الأيقوني. في 6 سبتمبر فاجأت ليسا المعجبين بعد أن شاركت بملصقات ترويجية لعروضها القادمة التي ستقام في باريس فرنسا، وقد تم جدولة العروض لتكون في 28 و29 و30 سبتمبر. وستقدم ليسا عروض كباري فريدة تشمل أداءات كلاسيكية مثل But I am a good girl و Crisis What a Crisis. أعرب نادي كريزي هاوس الليلي الشهير عن سعادته بهذا التعاون غير المسبوق مع ليسا، واعدا بذكريات لا تنسى للحاضرين. تبلغ أسعار تذاكر عروض ليسا 250 يورو للعرض الواحد، حوالي 1000 ريال سعودي. ومن الجدير بالذكر أن جميع تذاكر لليلة الأولى 28 سبتمبر قد نفذت بالفعل. ومع ذلك فإن اختيار المكان أثار آراء متباينة. نادي كريزي هاوس مشهور في فرنسا بعروض الكباريه التي تؤدي فيها النساء عاريات الصدى، والتي تعتبر تعبيرات فنية. تم منح النادي حقوق الامتياز لعروضه لدول أخرى، لكن الاختلافات الثقافية أدت إلى وقف هذه العروض في سنغافورة. على الرغم من قلق البعض بشأن المكان، إلا أنه من المتوقع أن عروض ليسا قد تختلف بشكل كبير. هناك تكهنات بأنها قد تعرض مسرحيات موسيقية أو رقصات جديدة تماما، مبتعدة عن العروض التقليدية للنادي. وعلاوة على ذلك تحاط هذه العروض بالسرية مع قوانين صارمة تمنع الحضور من التقاط الصور أو الفيديوهات لمشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي. وبهذا أكون قد وصلت إلى آخر الفيديو. أتمنى أن تدعموني بلايك وكومنت وتشاركوا بالقناة فضلا وليس أمرا. أن يوجد سيوكم سامي.